بيم الجربة في مناطق نادي حمام الأنف، والهمامة تعود إلى مناطقها. من جديد الكرة في وسط الميدان من برشاش، يحاول المرور، التسديدة على القائم الأيسر، خطورة ما زالت قر، ممتازة جدا التسديدة من جانب اللاعب محمد بن عزيز رقم 17. ترجع كرة لأمل رقبة، يتدخل محمد بن عزيزة، محمد بن عزيزة تمريرة حلوة، وجه المجري، وجه المجري مع الحارس، وجه المجري وهدف.
تبعد. فريق اولمبيك مدنين، بشير الرحيبي، حمزه الصالح، بشير الرحيبي حاول المرور والدفاع موجود، يربح رميه التماس وضربه مخالفه الحمزة الصالحي، وبشير الرحيبي بعد تدخل محمد بن عزيزة من صغير في القامة الثانية، الدفاع تدخل، ترجع من جديد لفائدة الله محمد بن عزيزة. يستعد للدخول زياد عبيد.